معرض ديارنا ده الدورة 59. معرض ديارنا بيقام خلال الفترة من 21 يناير ل 5 فبراير، دي الدورة 59. معرض ديارنا تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، عندنا ضيف شرف أسوان، ده لأنها عاصمة شباب أفريقيا. في مجموعة عارضين من أسوان بيتميزوا بالمنتجات بتاعتهم من الحنة والتوابل والسوداني والخوص، منتجات متميزة، ومن الخرز كمان، كلها من صناعات إيديهم. عندنا كمان بيعرض حوالي أكتر من 500 عارض من 27 مديرية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. عندنا جمعيات التنمية على مستوى الجمهورية. حضرتك لما هتتفقد أجنحة المعرض كأنك زرت مصر كلها، لأن كل جناح من أجنحة المحافظات بيتميز بالخامات البيئية المتميزة اللي بيتم إخراجها من المحافظة نفسها.